يا نقطة سريعة دائما أتكلم فيها باليوتيوب عند المبتدئين، سواء مالك حصان أو يركب حصان في نادي مدرسة إلى آخره. عادة الحصان يجي جاهز مسروج بندج صدارة عليه كل شيء، سايس يجيب عنده يرفع على الحصان ثم هو يركب يسوي اللي يبغاه. معناته اللي ماسك الحصان عشان يركب عليه الأدوات السايس، اللي يركب على الحصان أدوات السايس، اللي سوى كل شيء قبل الركوب السايس، وحتى الجود اللي قاود السايس. في الحالة هذه رقم واحد، أنت لن تتعلم هذه الأمور، أن تكتسب خبرة هذه الأمور اللي تعتبر مهمة جدا مستقبلا، هذا رقم واحد. اثنين، علاقتك مع الحصان مرة تكون جيدة، أن هذه الأمور تبني العلاقة مع الحصان. ثلاثة، هو الأهم، معناتها أنه قد يفسد شغلك، إن كان شغلك أحسن من شغله، ركوبك زين ركوبه خطأ، بيسوي الأشياء دي قد يكون بشكل خاطئ، ومو بشرط أنه يسويها صح، وشرط بيسويها بشكل سريع وبس، فقد يسويها خطأ ويخرب طباع الحصان عليك. فكثير من الناس يجي الحصان جاهز يركب، ثلاثة أرباع البلاوي اللي يواجهها لما يركب الحصان بسبب تركيب الأدوات خطأ، بسبب مسك الحصان خطأ، عكس يركب صح يسوي كل شيء بنفسه. يعني لما انا مسكت الحصان تعبت معه بدوك او البايكه، انا اللي ركبت عليه المقود او الحبل او الرشمه، انا ركبت عليه الادوات، انا اللي صلبته، انا بندجته، ركبت السج، ركبت الصداره الى اخره. في الحاله دي انا المسؤول عن اللي يصير، ان كان اللي صار صح فشغلي صح، ان كان اللي صار شغل خطا فشغلي خطا، وبتعلم. اما اذا طمرت المراحل هذه عده عيوب، ومن ضمنها زي ما قلت اني ما اتعلم، ما اكتسب خبره، ما ابني علاقه مع الحصان، وان اذا كان الشخص اللي يسوي الاشياء ذي بدالي او عني ركوبه اقل مني بيخرب لي الحصان، يخرب لي الحصان مو بس في الامور هذه، الحصان يخرب في الجود وفي الامور دي بيخرب في الركوب. كثير من الاشياء اللي تواجهها في الركوب سببها الاشياء اللي سواه اثناء الجود تركيب الادوات. ولا يفعل هذا الشيء الا نوعين، الشخص النوع الاول شخص مبتدئ ما يعرف اهميه الشيء هذا، النوع الثاني اصلا شغله خطا كذا ولا كذا، يعني استاذ احسن منه اصلا ما تفرق معه. اما يركب ركوب صحيح لا يمكن يقبل الشيء ده، لازم يسويه بنفسه. لازم قلت الركوب الخيل او الخيالة او العلاقة الحقيقية، هورسمانشيب يعني بالانجليزي، اللي هي الفروسية الحقيقية او الخيالة الحقيقية اللي بينك وبين الحصان، بس طبعا في الماضي القتال والحرب وغيره، اتكلم عن التعاون مع الحصان. ثلاث انواع اساسية، لغة الجسد في البدوك والبايكة وغيره، رقم اثنين الجود بانواعه، رقم ثلاثة الركوب. لما تطمر اول خطوتين طمر حقيقي بحيث انك ما تعامل مع حصان ابدا في الشيئين هذه، مهما كانت عندك موهبة، مهما كان تدريبك صح، مهما كان تعليمك صح، لن تتطور بالركوب بالشكل المطلوب، لان الركوب امتداد للجود والجود امتداد لتعاملك مع الحصان بلغه الجسد. ممكن تفوت شوي في البدايه لكن مع الوقت فيك فيك. فهذه الامور كلها خلينا نقول عباره عن تركيبه او قطعه خلينا نقول متشابكه، فعل شيء بدون الاشياء الاخرى لن يطورك، او على الاقل لن يطورك بالشكل المطلوب.